أشرفنا على إعطاء إشارة انطلاق حملة سيد الطونة لسنة 2024. هذه العملية بالنسبة لهذه السنة حصة الجزائر كما تعلمون هي حوالي 2046 طن، وستشارك في هذه الحملة حوالي 34 سفينة من بينها ثلاث سفن محلية الصنع. العام الماضي كان تسجيل تصدير ما قيمة 27 مليون دولار بالنسبة للطونة الحمراء. الشيء الإيجابي هذه السنة أيضا ليأتي ليواكب هذه العملية هي تسجيل لأول مرة مزرعة لتسمين الطونة الحمراء، وهذه لأول مرة تم تسجيلها على مستوى المنظمة العالمية للطونة ليكات. المزرعة الآن في إطار عملية تجهيزها على مستوى تلمسان، ستسمح لنا هذه المزرعة بإضافة حتى 900 طن. شفنا العوام الأخيرة هذه عندها عامين رفعوا لنا شوية في الحصة، والعام هذا زادوا لنا ما قري الحصة زادت كمية قليلة، بصح نرحبوا بها، بصح حتى السفن ما عدنا يتطوروا، رانا نزيدوا في السفن ورانا نصنعوا هذوك صنع محلي الحمد لله تاع 37 متر، وعندنا واحد تاع 40 متر أو يتصنع محلي. السيد رئيس الجمهورية وراه مهتم، عطي أهمية كبيرة للقطاع تاعنا الحمد لله، هذه احنا بتبصرنا وتزيد لنا في الإرادة تاعنا حتى في العمل في الميدان.